ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله الاجتماع تم النهاردة. الاجتماع النهاردة كان سمارت، كان حاجة كده خفيفة لأن كان عدد الناس كانوا 5 بس اللي حضروا. بالرغم إن العدد كان قليل، لكن الحاجات اللي اتفقنا عليها طبعا ما كانش فيه دوشة وزحمة زي ما بيحصل في معظم الاجتماعات، فالحاجات اللي اتفقنا عليها كانت كويسة. منها إن إحنا قعدنا طبعا مع الأمن الأول مع اللواء عادل سلام، وكان اللواء عادل سلام اتكلمنا في شوية حاجات خاصة بالباص، وهيتحدد حاجات هتتكتب في الباص، ان ممنوع ركوب العمال، ان ممنوع ان احنا نتكلم مع سواق الباص نفسه شخصيا، وهيكون في مشرف امن موجود هو ده اللي احنا نقدر نتكلم معاه، وهيتم توفير والمواعيد هتتظبط بتاعه الباص. ده اللي كان خاص بالباص. وبرده بالنسبه للموضوع ده اتكلمنا في موضوع تاني، لان احنا بعد ما سيبنا الامن قعدنا مع المهندس احمد عبد النبي، واتكلمنا في موضوع تاني مهم جدا، وهو موضوع الباصات الداخليه. بنفكر ان يكون في طفطف موجود في المكان ينقل الناس داخليا او اي وسيله داخليه، عشان الناس اللي ساكنه في مكان بعيد وعايزه تطلع على البوابه، فطبعا محتاجه لمواصله تكون مواصله داخليه في المكان، وطبعا العربيات والسرعه الرهيبه اللي احنا بنشوفها زي العربيات اللي بتجري كده بسرعه، فهيكون في مطبات. برضو اتفقنا مع المهندس احمد عبد النبي هيكون في مطبات اللي هي المطبات العريضه، بحيث ان العربيات تعدي عليها والدنيا تبقى هاديه شويه. بالنسبه بقى للبحيرات، فالبحيرات ان شاء الله على اخر السنه دي هتكون شغاله باذن الله، والميه هتكون موجوده فيها. والمشروع بالنسبه للمرحله الاولى هتستلم لدلمار في الاخر. طبعا بمناسبه دلمار، احنا اتكلمنا ان دلمار شركه احنا مش عايزين دلمار، واتكلمنا اكتر من مره ان شركه دلمار مش مأديه لنا الخدمات اللي احنا عايزينها او الاحتياجات بتاعتنا، فربنا ييسر الاحوال. طبعا اتكلمنا اتناقشنا في حاجات كتيره. استاذ محمود ان شاء الله هيرفع بوست مكتوب بالحاجات اللي موجوده. طبعا بالنسبه للعمال هيتم تحديد مواعيد خاصه بالعمال. طبعا اتعمل حصر بقى، شفنا كشف معمول كده بحصر بكل الشقق اللي بيبيت فيها العمال، لان هيتم خروجهم تماما من اي حد مأجر يا جماعه لعمال، هيتم خروجهم تماما من المرحله الاولى او المرحله الثانيه. وطبعا تم حصر بالاماكن، في ناس يا جماعه سايبه الشقق بتاعتها مفتوحه وبيتسرق منها حاجات، فدي مش مسؤوليه المكان هنا. لو سمحتوا يا جماعه اي حد سايب شقته مفتوحه يروح يقفلها. انا شفت كشف كامل، ناس كتيره سايبه حاجات جوه، اسلاك كهرباء وسايبه حاجات جوه الشقه ممكن تتسرق، وسايبها مفتوحه في الاخر بعد ما تتسرق يقولوا الامن هو اللي مسؤول. يا جماعه لو سمحتوا اقفلوا شققكم، وبعد كده ابقوا حملوا الامن المسؤوليه دي بعد اذنكم. طبعا في حاجات مهمه انا عايز ااكد عليها، لان العمال ان شاء الله يوم الجمعه ما فيش شغل تماما، العمال قبل الساعه 5 كلهم هيكونوا خارجين من المكان ده بالنسبه لعمال التشطيبات الموجودين في المرشدي. وبالنسبه لحضرتك كبتشطب في المكان، تحافظ على المكان ده ان انت تخلي العمال يمشوا في الوقت ده. ده الكلام ده بالنسبه لمقاولين التشطيبات. العمال يا جماعه واي حد النهارده اتسحب بطاقه 2 من المكان بسبب تجولهم في المرحله الاولى او في المرحله الثانيه، كانوا 2 ماشيين في المرحله الاولى، فاي حد من العمال بيتجول بيتم سحب، بيديله البطاقه بتاعته وبيخرج وما بيدخلش المكان تاني. فلو سمحتوا يا جماعه نلتزم بكل الحاجات دي، ده الجزء الخاص بالعمال اللي اتناقشنا فيه النهارده. هيكون في تجديد جامد على موضوع العمال الموجودين في المكان. وبشكر كل الناس اللي حضرت النهارده، وبشكر الناس اللي حضروا برضو من الاداره، وربنا ييسر الاحوال ان شاء الله. طبعا مفاجاه طبعا ان النادي حمام السباحه خلص في النادي، وبعض الاماكن في النادي برضو ابتدت تخلص، وان شاء الله هيكون في فيديو تاني موجود بالنادي داخليا من جوه، ونشوف ايه حكايه حمام السباحه ده. ان شاء الله هتكون حاجه كويسه باذن الله الناس كلها. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.